السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس؟ معكم هجر من قناه هجر كوتني بلا فيتا. اليوم ان شاء الله البنات غنمشي لحي حوض السبوع وغتشاركوا معايا هذا النهار، واخا ما غنوريكمش الشطيح وداكشي، ولكن داكشي اللي وجدنا وداكشي اللي درنا زوين البنات وغيعجبكم بزاف. وغادي نوريكم حتى كيفاش ماكيت وكيفاش صايبت شعري واشنو لبست البنات. يلاه بداو معايا الفلوك ديالي. فوالا البنات، بغيت نشارك معكم كيفاش كنصايب الشعر ديالي. مهم انا صايبت هاد الطريف هذا، شوفوا يعني ها كنزرب عليه. فوالا ها شعري انا كيدير يعني شويه مدرج. فوالا بغيت نسرحو حيت معارو دايا الحبيبات ديالي، وباقي ما درت لا ميكاب لا حتى شي حاجه، يعني غنشارك معكم كلشي. فوالا دابا غناخذ واحد شويه. هانتوما كتاخذوا اصلا انايا شعري كنقسمه على اربعه، دغيا كنصايب. هانتوما بغيت نوريكم الطريقه اللي كنصايب بها انا شعري. فوالا تندير ليه بحال هكا، دغيا كيطلع دغيا كيتصايب. غتسمحوا لي على الصداع شويه. البنات انا غنكملوا معاكم وغتشوفوا النتيجه ديالو. فوالا البنات، ها هو الشعر ديالي صايبتو كيف ما كتشوفوا، غير سرحتو يعني ماشي شي تصايب بروفيسيونيل. يعني ها هو كيف ما كتشوفوا. دابا البنات غادي ندير المكياج وغادي نشاركو معاكم. صافي البنات، هنا غنضرب منو واحد الماط عاد ساهله ليا البنات. واحد الماط هو اللي باغي ندير انايا، مي ساهله ليا. غندير ليه بحال هكا، شوفوا البنات غنعمل لو كوزي. دابا غندير برونز. دابا راه غير كيبان ليكم مع
هنا البنات تنقول راجلي صورني باش زعما نوريكم. انا قطعت الصوت وهو ما عرفش يدير لي داك الشيء اللي كنقول ليه، ودابا عاد قادني وبغيت نشارك معاكم. ايوا نكملوا الفيديو. سو حبيباتي، انا غادة الاسبوع ديالي غنشارك معكم البنات غير الماكله، باسكو كيكون تما العرب يعني ما يمكنش ليا، ما يمكنش ليا نصور. الو، هذا هو الميك اب ديالي، كنتمنى يكون عجبكم، واخا درتو بالزربه 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 الو يعني زربت عليه حيت تفضلت. ها هي اللبسه ديالي الحبيبات ديالي، فوالا فوالا لبسه شريبين ايكو، صافي داكشي تقليدي في اوروبا. صافي شعري البنات جمعتو باسكو ما بغيتش نطلقو، انا ما بغيتش نطلقو، ها هو درتو غا بحال هكا. يلا سو غنشارك معاكم الباقي. سو البنات هانتوما، هذه هي اللبسه ديالي، فيتين سامبل مع سويك مع لي زاكسيسوار، هما لي زاكسيسوار. صافي داكشي سامبل ماشي بزاف. دابا الحبيبات ديالي معاك، كاين البرد 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 يا بصح، ندير الكاب ديالي فوالا 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 فوالا، حيت الدار غير هنا حدانا. صافي دابا البنات انا درت ونشارك معكم، غنشارك معكم البنات الطياب اللي طيبوا اليوم هذا البرقوق. دابا البنات انا غادي نصبح كلشي كيشوف فيا حيت اش دايره هاد اللبس. الو غنوصل البنات وغنشارك معكم الماكله وداك الشيء وكطيبي في شي بلاصه اخرى يعني تبقى على كريتيها. هذا مكان حبيبات ديالي، هنا كاين الدجاج. بطبيعه الحال ما غنشاركش معكم البنات الشطيح وداك الشيء، هذا لاصوص ديال الدجاج. هنايا اللحم محمر، الغنمي محمر، ما غنشاركش معكم البنات الشطيح حيت كيكونوا معنا الناس ما كيبغيوش تصوريهم ومن حقهم. والطيابه راه خديت منها الاذن باش نصور غير تباصل ونحيد الصوت ديالها، وعطاتني الاوكي باش غادي نصور الدجاج وداك الشيء. هذا بكا حبيبات ديالي، المهم الطياب جا هائل هائل الله يعطيها الصحه، جا بنين بزاف، دارت الدجاج ودارت اللحم محمر وداروا الديسير، وبطبيعه الحال الحلاوي وداكشي ديال الدراري الصغار والفانيل داكشي راه غنشاركت معكم كلشي. وهذا ما كان الحبيبات ديالي، كنتمنى يعجبكم هذا الطياب ويعجبكم الاجواء، رغم انني ما صورتش الاجواء اللي كتكون نيت زوينه، ما نقدرش البنات وما نقدرش نصور التراسي. الوغ البنات الوغ البنات هنا حطيت حتى اللحم حتى هو صورته واحد شويه، ودابا هذا هو الفينال. صافي البنات هنا سانيت العراسيه ديالي جبل الرياض من فيفيخه، هذا مكان كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء اللي درت، البلوك اللي درت، وتشاركوه مع صحابكم ودخلوا القناة ديالي وتشاركوا فيها. مع السلامة حبايبي.